دولة عضو في الأمم في الجامعة العربية، عضو مؤسس في الجامعة العربية، عضو أصيل وعضو هام في الجامعة العربية. اللي حصل هو تعليق مشاركة في اجتماع. كل الرسائل، كل المستندات، كل الوثائق بتاعت الجامعة العربية اللي تصدر بتذهب إلى الوفد السوري، تعامل مع الوفد السوري. إذا حضر ممثل لسوريا للتوقيع باكر، جامعة الدول العربية مستعدة للتوقيع، وكل الكلام عن عقوبات أو مقاطعة اقتصادية هتتوقف.